أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تلاوة جميلة مباركة لما تيسر من سورتي مريم وطه، تلاها علينا الأستاذ ياسر محمد القاضي الذي كان ضيف حلقة اليوم في برنامج قارئ على الدرب، وهو الذي يحمل الشهادة العالية للقراءات من الأزهر الشريف بالتلاوات القرآنية العشر، ويعمل إماما لمسجد جامعة العلوم الإسلامية العالمية في طبربور، وأيضا مشارك في المسابقة الهاشمية الدولية وحاصل على المركز الثاني في تلك المسابقة، كما أن له نشاطات ورياضية مختلفة ويدرس القراءات العشر في مسجد الجامعة. نسأل الله سبحانه وتعالى له وللجميع التوفيق، ونرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ومباركا. إلى أن نلتقي وإياكم مع ضيف جديد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قارئ على الدرب. إعداد عبد الحفيظ العبادي.
بتقديم فراس كتاو. إشراف الدكتور نسيم أبو خضير.